على طبعا مجهودات مبذولة لها، وان شاء الله ان الكورس نقدر ان احنا نفيدكم بيه بكل شكل يوصل لكم. هو الكورس طبعا مش هينفع يبقى جنرال انجلش بس، بمعنى مش هينفع انه يبقى انجلش بشكل عام. في نفس الوقت مش كل الناس نفس المستوى ونفس الليفل ان انا ابتدي او ان انا ادي على طول المصطلحات القانونيه باللغه الانجليزيه او صياغه عقود او ترجمه قانونيه زي ترجمه اليو ان والحاجات دي كلها. طبعا احنا عاملين زي كومبينيشن كده، يعني انا عامله لكم مزيج من الجنرال انجلش والمصطلحات القانونيه باللغه الانجليزيه اللي هتخليكم ازاي تقدروا تكتبوا عقد، تكتبوا نص قانوني، تقدروا تتكلموا كويس، تقدروا تسمعوا، تستخدموا المصطلحات اللي ممكن تستخدموها في المحكمه، جايبين مرافعات بالانجلش. طبعا انا اعرف ان معظمكم فريش جرادويتس. طب في كمان جزء مخصص في الكورس هاو تو ابلاي فور ا ليجل بوست، ازاي ان انتوا تقدموا في شركه علشان تبقى محامي او وظيفه قانونيه او ان انت تصيغ عقد. ان شاء الله ده كله باذن الله هنغطيه في الكورس، وان شاء الله نكون عند حسن ظنكم. اوكي نبتدي الاول بقى. Good afternoon. First, لازم تتكلموا معايا عشان احنا عدد فتصحوا. Good afternoon. Yes. Do you like English or not? No. Okay. Do you like English or not? Yes, of course. A little bit. Okay. What's legal English؟ ايه هو الانجلش؟ ايه هو legal English؟ يعني ايه المصطلحات القانونية باللغة الإنجليزية؟ تفتكروا دي أصلها ايه؟ هل هي English بس؟ ولا أنت لما أنا هديكم مصطلحات هتلاقوا فيها modern English وهتلاقوا French وهتلاقوا Latin؟ ما بتاخدوش بالكم ساعات كده لو قابلتوا كلمة English أو مصطلح قانوني بالإنجلش إنها not pure English؟ صح؟ أنا كل اللي بقوله دلوقتي بالإنجلش هي كلمة إنجلش، ما اتكلمتش لسه. أوكي، يبقى تاني أنا بتكلم على legal English، إيه هو المصطلحات القانونية في الإنجلش؟ مزيج من إيه؟ لا I need to hear you. مزيج من إيه يا جماعة؟ Modern English and what؟ French and Latin. Great. طيب معنى كده ان شاء الله كل الترمينولوجيز والاكسبريشنز اللي هتجيلنا هنلاقي فيها اكسبريشنز من المودرن انجلش والفرنش واللاتن. طيب تفتكروا الانجلش صعب ليه؟ شوفوا انا حاطه لكم اهو، انا عارفه انتوا هتقولوا قال ده ليه؟ عشان تبقوا عارفين احنا هنركز على ايه، او لما هنيجي علشان نعمل امبروفمنت او نحسن مستوى اللغه نبقى عارفين احنا هنركز على ايه. اوكي طيب حاولوا تقروا معايا. lack of clear grammar rules. هو انا لو مش عارف كل القواعد بتاعه الانجليش هعرف اتكلم؟ يعني مثلا هعرف اعمل جمله التركيب بتاعها صح؟ لا طبعا مش هينفع. يبقى اول حاجه هنغطيها during the course grammar rules right. اول حاجه ايه؟ يس بس مش كلكم بتقولوا معايا، معنى كده في جزء مش مركز. طيب letter B عندي extensive vocabulary. يعني ايه extensive vocabulary؟ يعني ايه؟ المفروض ان احنا يبقى عندنا مصطلحات، يبقى عندنا كلمات دايما من زمان وان انتوا صغيرين يقعدوا يقولوا لكم محتاجين كلمات right. طيب هو الكلمات الكورس هيغطي كميه كبيرة من الكلمات يعني في التخصص بتاعكم انتوا، اوكي؟ يبقى ايه الاوبجيكتيف الثاني بتاعنا؟ يبقى الهدف الاولاني عندي الجرامر رولز، الهدف الثاني بتاعي ايه؟ فوكابولري، اكستنسيف فوكابولري، ايه هو؟ لا انا محتاجة مش هدخل في الالتيم اللي بعدها لما تنطقوا معايا، دي ايه؟ يس جريت فوكابولري. طيب What about letter C؟ يبقى انا
كويس بشكل عام وكويس بشكل خاص. طيب ايه دي بقى؟ اللي يعرف يقراها معايا يقول the use of phrasal verbs. يعني ايه phrasal verbs؟ يعني انا الاقي عندي verb. عارفين verb يعني ايه؟ يس افعال. طيب بس بقى هتلاقوا معايا preposition. يعني ايه preposition؟ حرف جر. دايما بنلاقي verb ومعاه حرف جر، دول اسمهم ايه؟ يعني لما الاقي verb وحرف جر يبقى اسمه ايه؟ phrasal verb. يبقى اسمه ايه؟ لا repeat phrasal verbs. phrasal verbs yes. طيب زي ايه؟ انا جايباكم حاجات كلها legal examples، يعني كل هتلاقوا كل معظم الامثله بتاعتنا قانونيه. to put down a deposit. يعني ايه to put down a deposit؟ لما بتيجي تروح تشتري حاجه، مش المفروض ان احنا بنسيب ما يعرف بالقيمة جزء من القيمة؟ صح؟ جزء من القيمة. بتسموها حاجة تحت الحساب، right؟ اسمها to put down a deposit. يعني ايه؟ أنا حاسة إن الناحية دي محتاجين إن أنا أجي لهم شوية. اسمها ايه؟ ها؟ to put down a deposit. again to put down a deposit. great. طيب طب ال example الثاني بتاعي اسمه ايه؟ to enter into a contract. يعني ايه to enter into a contract؟ هو contract انا هدخله؟ ها؟ to enter into a contract. يعني ايه contract؟ contract يعني ايه؟ في ناس ورا كتير ما بتردش. contract يعني ايه؟ يا عقد. يس. طيب to enter into a contract، هو في حد بيدخل العقد ولا يلتزم بالعقد؟ right؟ بيبقى طرف في عقد، يبقى اسمها to enter into a contract. to enter into a contract. طب اللي انا بقوله ده بقى اسمه ايه؟ لما يبقى عندي verb و preposition يبقى اسمهم ايه؟ phrasal verb. لما يبقى عندي verb plus preposition يبقى ايه؟ phrasal verb. طيب كمان عندي idioms. يعني ايه idioms؟ idioms the expressions، مصطلحات، right؟ طيب تاني عشان ما ننساش احنا بنقول ايه، انا دلوقتي عايزه احسن الانجليش بتاعي، هركز على ايه؟ هركز على الجرامر، هركز على الفوكابولري، هركز على الفريزل فيربس، وهركز على ايه؟ الايديومز. اوكي وهنركز على الايديومز. طيب اقروا معايا كده بس انا عايزه اسمع صوت يعبر عنكم. ده ايه؟ on all fours. لا الصوت ده مش معبر عنكم. on all fours يعني ايه on all fours؟ طبعا احنا اتفقنا ان معظم الاكزامبلز كلها legal، كلها قانونيه. ايه المصطلح ده تفتكروا ايه؟ ده بيجوا اللاير او الاتورني بيجي يقولوا لما بيوضح لقاضي ان القضيه دي مشابهه لقضيه قبل كده في كل الجوانب. عندكم حاجه كده صح؟ قضيه مشابهه او قضيه مماثله قبل كده اسمها باجي اوضح واستخدم الايديوم واقول on all fours. on all fours معايا؟ اسمها on ايه؟ all fours. great. طيب يعني قبل ما نعمل scroll down وتسكب الكويستشن ده انا محتاجه اسمع منكم انتوا من الكورس ده هتركزوا على ايه؟ انا مش هتكلم، انا محتاجه اسمع منكم. ها؟ grammar.
vocabulary, phrasal verbs, idioms. Great! Super students! طيب قبل ما تلتزم بكورس او تعرف انت يعني تيجي هتحب تشترك ولا تيجي ولا ما تجيش، لازم تبقى عندك فكره الكورس ده هيديكوا ايه. رايت؟ طيب اول حاجه the first thing، انا ان شاء الله مركزه على ان انتوا تطلعوا في الفور سكيلز. ايه هما الفور سكيلز عندي؟ reading, writing, listening and speaking. ايه هما الفور سكيلز of English؟ What are the four English four skills? Reading, writing, listening and speaking. طيب عشان كده التوبكس اللي انا مختاراها ان احنا ندرسها كلها مركزة على الاسبكتس دي، وهتلاقوا انا كاتبة جنب كل موضوع هندرسه هو بيحسن مهارات ايه. معايا؟ تاني، احنا عندنا حاجة اسمها أربع مهارات في الإنجليش. إيه هي؟ مهارات الاستماع، صح كده؟ ها؟ والتحدث والكتابة والقراية. رايت؟ طيب أول حاجة، أول موضوع هغطيه في الكورس عندي elements of legal writing. إيه هي elements of legal writing؟ الكتابة القانونية، صح؟ طبعا انتوا هتفتكروا ان دي حاجه معقده. مركزين معايا؟ في ناس بتقول ان الباب ممكن حد بس يقفله او حاجه، اوكي؟ طيب اول حاجه عندي عناصر الكتابه القانونيه. انتوا هتفتكروا ان دي حاجه معقده، بس لما اجي انا هقول لكم ايه اللي هناخده هتعرفوا انها بدايات. بدايات خالص. بدايات الانجليش نفسه، مش بدايات المصطلحات القانونيه، لا بدايات الانجليش نفسه. اوكي. طيب طيب الموضوع الخاص بالكتابة القانونية ده بيحسن عندي أنا بعد ما أخلصه مهارات إيه؟ هيحسن عندكم الفور سكيلز. خلاص؟ هيحسن عندنا الفور سكيلز. طيب إيه أول حاجة هناخدها فيه؟ هناخد الأرتيكلز اللي هي أدوات النكرة والمعرفة. مش هتتخيلوا هي في الانجليش وفي المصطلحات القانونيه. البروناونز، عارفين البروناونز اللي هي ايه؟ لا مش سامعاكم. الضمائر. طيب البريبوزيشنز، بس الار البريبوزيشنز ايه هي البريبوزيشنز؟ حروف الجر. ايه بريبوزيشنز؟ حروف الجر. طيب عندي الادجكتيفز، هناخد الصفات الادفيربس. ما تفتكروش ان دي كلها general English أو حاجة، أنا هوريكم example. collective nouns، past tense، طبعا هناخد الأزمنة، phrasal verbs اللي لسه واخدينها، و sentence structure. عشان ما تتوهوش مني هحاول أفهمكم هتاخدوا إزاي الـ articles في legal writing، وبعدين أرجع أقول لكم بقية الكورس هيبقى فيه إيه. يعني مثلا عندي هنا قلنا أول حاجة legal writing. أول حاجة عندي إيه؟ elements of legal writing. أول حاجة عندي إيه؟ لا أنا ما بشتغلش مع students نايمين، ما بعرفش. لازم الموضوع يبقى، لا لازم يبقى فيه two ways. هتناموا مش هعرف أشرح. The first topic عندي إيه هو؟ elements of what؟ of legal writing. طيب اول حاجه قلت عندي ايه هو؟ ايه هي؟ articles. انطقوا معايا حتى لو مش عارفين وانا هترجم. articles the first thing عندي ايه هو؟ articles. ايه هي الارتكلز؟ اوكي ايه هما؟ خلونا نتكلم in general. ايه هما؟
ذا. ان ام ذا. طبعا لو حد عايز ياخد نوتس مرحب بكده جدا عشان ما تناموش. يعني كل واحد معاه بيبر ام بن يبتدي يستخدمها. طيب عندي and an الارتكلز بتاعتي the and an. خلاص كده يبقى الفيرست نوت عندي انا كتبتها ان اول حاجه انا اخدها هي ادوات النكر المعرفه هما ثلاثه the and an. طيب and an احنا بقى بنستخدمهم عندنا ازاي لما اجي انا استخدمهم ازاي بشكل عام وفي المصطلحات القانونيه او في النصوص القانونيه بستخدمها ازاي؟ عارفين بنستخدمها ازاي؟ لما اجي اذكر حاجه لاول مره. يعني انا هاجي اقول عميل دخل المكتب، هقول عميل ولا قال عميل في الاول؟ اول مره. عميل. اهي. A client walked into the office. يبقى وان بنستخدمهم لما بذكر حاجه لاول مره. For the first time. For the first time. تاني. يبقى وان بالنسبة لي أنا كمحامي بستخدمهم لما باجي أكتب أو حتى أتكلم وبذكر حاجة لإيه؟ لأول مرة. طيب طبعاً أنتوا فهمتوا كده إن ذا بنستخدمها إمتى؟ لما بذكر الحاجة لإيه؟ لتاني مرة. شفتوا هي بالنسبة صعبة ولا سهلة؟ طيب طب ايه الفرق بين A and an؟ What is the difference between both of them؟ ها؟ بالظبط A لما يبقى ما عنديش vowel صح؟ ايه هما ال vowels in English؟ How many vowels in English؟ 5. طب قولوهم معايا A E I O U. ان شاء الله ناخد مره ثانيه اخليكم تنطقوا معايا الالفابت. وما هو مش موضوع سهل، حروف يعني نطق الحروف الابجديه مش سهل، ما تفتكروش انها حاجه بسيطه. اوكي يبقى تاني عشان لو حد نسيهم وعايز يكتبهم، انا بستخدم ان لما الكلمه اللي بعدها بيبقى بادئه باي حاجه من الحروف اللي انا هقولها دي. A E I O U. خلاص؟ اوكي. لا اوكي نايمه قوي. اوكي. هي دي كده. طيب خلاص يبقى عرفنا ايه ممكن استخدم ايه هي استخدامات ان اند ذا. ممكن تقولوا لي بسرعه؟ ها؟ وان بستخدمهم امتى؟ لما for the first time. great. ده انا كنت هقول لكم عربي انتوا قلتوا انجلش اهو. طيب قلنا ذا بتستخدم to something already mentioned before، يعني حاجه انا قلتها قبل كده، يعني لما اجي اذكر الحاجه لتاني مره او لما اتكلم على حاجه ما فيش ده جزء بقى الانجلش الجنرال انجلش، او لما اجي اذكر حاجه one of a kind يعني ما فيش غيرها. احنا عندنا sun كتير، sun عندنا شمس كتير، ولا اجي اقول ايه ده sun. طيب لما اجي اتكلم على حاجه general زي the internet has changed way our way of life، لما اتكلم على حاجه ان general حاجه ايه عامه. الجزء ده حد عايزني اعيد فيه اي حاجه؟ اي حاجه؟ ها؟ any questions؟ انا شايفه نسبه التو بور. نسبه النوم عاليه. لا مش هيناموا معايا، مش هخليهم يناموا. طيب تيجوا ناخد اكسرسايز عشان افوقكم؟ اهو هو بيقول correct the following sentences by adding articles as appropriate. احنا خدنا 3 articles the and an. هو بيقول اقرا sentence ولو لقيت مكان محتاج ذا او ا او ان يا ريت نحطه.
بس تعالوا نفكر مع بعض. ها the first one بالنسبة لي عندي ايه؟ ها porch ولا بقول طرف طرفين ولا الطرفين؟ ها porch يعني الاطراف، اطراف النزاع، الاطراف في العقد، اسمها porch. اسمها ايه؟ لا عايزة أعلى، اسمها إيه؟ Pards. Great. طيب يبقى أنا بقول Pards كده ولا بقول The Pards؟ The Pards. طيب signed إيه؟ Contracts. Signed أي contracts كده ولا إيه؟ The contracts. The ها؟ The Pards signed the contracts. يعني إيه contracts؟ عقود. ان شاء الله لما نحسن الانجليش بتاعنا ندخل في درافتنج كونتراكت، يعني صياغه العقود، وفي ترجمه قانونيه. طيب today after having discussed the price، ها a price، هم اتفقوا على price اول مره يقولوه ولا ايه؟ After having discussed the price. يعني الاطراف مضوا العقد بعد ما عملوا ايه؟ بعد ما وافقوا على ايه؟ على السعر. صح؟ معنى كده ان السعر دي تاني مرة يتقال فيها، صح ولا لا؟ السعر دي تاني مرة يتقال فيها، صح ولا لا؟ The lawyer or a lawyer، ها مش سامعاكم. The lawyer يعني ايه lawyer؟ و attorney يعني ايه؟ محامي. انا خدها الكلمات دي كلها تحت، يبقى lawyer يعني ايه؟ محامي. طيب و attorney؟ محامي. طب قانون يعني؟ هتناقش معاكم بقى بعدين هي لو ولا لا؟ قولوها تاني كده. الاقوال اتغيرت. طب ما هسال اللي هنا، اصل انا حاسه ان الجزء ده بس اللي بيقول قانون يعني ايه؟ ها؟ المهم ما يطلعش لو وخلاص. طيب بعد ما نخلص الجزء ده هسمعكم الفيديو بتاعها، اوكي؟ عشان بس نبقى عارفين نقول كلمة قانون صح. قانوني اه، لا يعني ممكن في الحاجات المتخصصة بس، بس الاثنين ايه؟ regulations زي rules، تعليمات، ارشادات، الزامات. regulations ما تسويش law، لا. وبعدين انا مش هنطق الكلمه لما تسمعوا الفيديو. طيب the second one، ها هتبقى عندي ايه؟ lawyer about whom I spoke arrived meeting too late to advise about amount of damages company could get. whom I spoke arrived meeting هو the lawyer. the lawyer يعني محامي محدد هيحضر اي ميتنج، ها هيحضر اي ميتنج؟ ذا ميتنج ذا. طب معلش انتوا لسه ماسكين القلم والورق. طيب هو انا بقول ميتنج، انا قلت ميتنج ولا قلت ميتنج؟ طيب ممكن نكتب الفيرست رول عندنا. اول حاجه هناخدها النهارده في النطق ان لما بلاقي عندي حرف ان اكتبه، اكتبه يا جماعه. لما بلاقي عندي حرف ان وبعديه حرف جي ما بنطقوش، الجي ما بيتنطقش. يعني ما عندناش حاجه في الانجليش اسمها playing ولا eating وطبعا رانينج، اي حاجه فيها انج نو ذا
انا عارفه ان انا بغير لكم معتقداتكم. بس معلش هقولها تاني. حاضر. طيب انا ممكن اشرحها هنا. يعني عندي ميتنج اي ان، ركزوا معايا عشان ما تفهمونيش غلط وتفتكروا ان اي ان جي، لا، عشان في كلمات تانية كمان هتصدمكم اكتر. لما الاقي عندي ان حرف ليتر ان اهو وبعديه ليتر جي، الجي ما بتتنطقش. يعني بقف لحد هنا كده واقول ميتان، اقول ايه؟ ميتان. اقول ايه؟ بلاين. اقول ايه؟ يس، ايدين ايدين. نيجي بقى كلمات مختلفة عن الأخيرة. energy حاجة زي قوي، يعني إيه؟ strong ولا strong؟ strong. عرفتوا إن في جزء كبير إن أنتوا لما تيجوا تسمعوا ما تفهموش، بس لما تقروا تفهموا؟ يعني أنت لو سمعت strong مش هتفهمها، بس لو شفتها مكتوبة أنت عارف الكلمة صح ولا لأ؟ هي القاعدة إن حرف الآن لما بيجي بعده جي، الجي ما بنتنطقش وبنطول في الآن. لا، لما تبقى ميتينجز عادي الآس أهي والجي بتتنطق، لأن مش آخرها جي، آخرها آس. يعني أنا دلوقتي عندي سونج أغنية، لكن لما أجي أقول سونجز عادي، ما هي آخرها آس، آخرها آس. طيب كتبنا؟ طيب. لا، ولسه هسمعكم الفيديو بتاع قانون، كلمة قانون. طيب. ما هو هنكمل خالص. Number three, if there is telephone call for me about case, put it through. يعني ايه كيس؟ قضية. great. طيب في تليفون محدد ولا اي تليفون كول؟ if there is a telephone call، اي اتصال خاص بقضية. اوكي. Okay, about specific case ولا a case؟ a case. يبقى احنا دلوقتي فهمنا ان a and an بستخدمهم امتى؟ بالظبط لما بنيجي نقول حاجة لايه؟ for the first time، طب the second time. You're great. بس ممكن حد يشوف البروجيكتور. ولا مش عارفه الثالثه ايه بقى؟ هتبقى ايه؟ هتبقى الثانيه صح؟ طيب لو يعني منخفض، مش معناها قانون. لو منخفض مش معناها قانون. طيب القانون بالنسبه لنا اسمه law. بنفتح، بصوا ركزوا معايا، انا وانا بقول لو بعمل ازاي؟ لو كده رايت؟ لا، اعملوا معايا عشان مش هتعرفوا تتمرنوا في البيت من غير ما تعملوا كده. لو منخفض،
بصوا بنعمل ازاي. طب انا بتكلم على قانون بقى. This is law. This is law. مفيش بقى حاجه اسمها لو. هنزعل بعد كده لما اسمع الجي ونسمع اللو. ان شاء الله الفيديو يرجع، البروجيكتور يرجع ونسمع الفيديو. السبيلنج اه طبعا. لا القانون LAW، كلمة قانون LAW، كلمة قانون ايه؟ LAW law. Repeat after me. Law. 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 معلش هو صوتي بس طالع كده. طيب منخفض low. Law. Law. LOW. LOW. اشتغل. طيب تعالوا نسمع الفيديو ونكمل الكورس. طب ليه مش موصلين صوت؟ لا انا عايزه الاثنين بعد كده تلاقيين. طب ايه هو ركزوا، هو الصوت مش طالع قوي بس ركزوا هي هتعمل ايه دلوقتي. شايفين ده not law. ده not a law. Repeat after me. Law. Law. طبعا هي هتطلع منكم law قوي لحد ما تتدربوا عليها. اوكي. طيب هي الجزء الباقي بتقول ايه؟ عشان طبعا انتوا اكيد مش سامعين. ها هي قالت ايه؟ law. كأن في off sound في الاخر. law. I'm changing now. It's not law. It's law. هي بتقول انها low. بتقول low. هي عامله عليها غلط اهي. low. طيب عشان بدل ما فيش صوت شغل. طيب اوكي مفيش مشكلة. اوكي نرجع للجزء الثاني. طيب نمبر 4 موبايل فون او موبايل فون. ها نركز نركز خلاص ما نتكلمش نرجعنا تاني. طيب موبايل فون او موبايل فون بوث رايت يعني اللي بينطقها موبايل فون صح وبينطقها موبايل فون صح. has revolutionized way in which a firm does business. طيب يعني ايه revolutionized؟ يعني ايه revolution؟ ثوري. عملت ايه؟ ثوره revolution. لازم نبقى
fair? يعني ايه fair؟ Yes. ايه؟ Yes. Fair. بتساوي ايه يعني؟ Company. وبنستخدمها مع الشركات القانونية. يعني لما اجي اقول legal firm ما بقولش legal company، بقول legal firm. يبقى firm معناها ايه؟ الشركة. طيب عايزاكم تحلوا لي number four. Okay, the mobile phone has revolutionized way in which a firm does business. محتاجة حاجة تانية نضيفها؟ ها؟ ولا هي general؟ هي general. زي قلت قبل كده the internet. قلنا قبل كده ايه؟ the internet اللي هو انترنت. طيب انترنت هناخدها وارجو. يعني عندنا انترفيو بدل انترفيو، وعندنا انترناشونال بدل انترناشونال. بس اطمنكم ان احنا عندنا حاجه اسمها انترنت، بس ما فيش حاجه اسمها انترنت. يعني عندنا يا اما انترنت يا اما انترنت، لكن ما عندناش حاجه قلنا اسمها انترنت. طيب ايه؟ يس. Yes. The is pronounced before consonant and D. This is American أصلاً. في عندنا question. Thank you. عندنا question. إمتى بننطق ذا وإمتى بننطق ذي؟ عارفين؟ عارفين ذا and ذي؟ يعني سمعتوا بالظبط كده. ذي بنستخدمها مع الفاولز، ولو انت استخدمت ذا اتس اوكي، مفيش مشكله خالص. بس ذي بتيجي بفور فاولز. ايه هما الفاولز؟ قلنا اي 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 او يو. يعني مثلا انا ممكن اقول ذا وان او اقول ايه؟ ذي وان. ممكن اقول ذا وان او اقول ايه؟ ذي وان. طيب عندنا التوبيك الثاني 1.2 عن ذي بروناونز. ايه هما البروناونز عندي؟ ها؟ هنبتدي نكتب؟ لا، محتاجين ان الصوت يسكت شويه عشان انتوا عدد، فلازم تبقوا قاعدين مركزين. اوكي. ايه هما البرونونز عندي؟ وايه استخداماتهم في النصوص القانونية؟ خدوا بالكم ده كله تقديمات، يعني introduction intro، بديكوا حاجات بسيطة في الأول. اوكي؟ ايه هما البرونونز عندي؟ عندي حاجتين، ممكن تكتبوا معايا عشان ابتديتوا تناموا. يلا ممكن تبتدوا تكتبوا معايا؟ مش شايفه حد بيكتب. طيب عندي subject pronouns وعندي object pronouns. ايه هي subject pronouns؟ ايه هي subject pronouns؟ انا لما اجي هنا هم يردوا عليا وانتوا تسكتوا؟ ايه هي subject pronouns؟ ضمائر الفاعل. غششتكم. اسمها ايه؟ ضمائر الفاعل. I معايا، we you they he she and at. تاني ممكن تقولوها؟ I we you they he
she an ant. دي اسمها ايه؟ ضمائر الفاعل. تفتكروا انتوا كمحاميين بتستخدموها في النصوص القانونية؟ ينفع؟ إلا في حاجات، صح؟ طيب، هناخد الجزء الخاص بيكم بعدها. عندي for example I, you, we, they, he, she and at. دي ضمائر الفاعل. طب إيه هي الـ object pronouns؟ هنزل لكم أهو، scroll down. طبعا دي subject pronouns ودي object pronouns. ها عندي ايه؟ ايه هي ضمائر المفعول؟ object me ها you ها him her it ايه هم legal drafters؟ اللي بيصيغوا العقود وبيصيغوا الايه؟ النصوص القانونيه. تفتكروا بيستخدموا ده؟ بيستخدموا الضمائر؟ ها؟ لا، الباب مفتوح ومفيش تركيز وعايزه صوت معايا. يعني ثلاث حاجات لازم تردوا عليا. خليكم عارفين المحاضره اللي هلاقيكم نايمين فيها مش هكملها. خالص. تفتكروا illegal drafters بيستخدموا البرونونز دي في الكتابة؟ لا، مش بالقدر الكافي. طيب عندنا حاجات بيحبوا هما يستخدموها، ممكن نطلع شوية كده وأوريها لكم. زي ايه؟ ذا ساد. ايه هو ذا ساد ده؟ ذا ساد يعني ايه؟ القائل المذكور. الايه؟ المذكور. ذا ساد يعني ايه؟ المذكور. طيب دي افور ساد، يعني ايه افور ساد؟ المذكور اعلاه، المذكور انفا، المذكور سابقا. اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ The aforesaid. اسمه The aforesaid. وعندي above mentioned وعندي for mentioned وabove mentioned. For mentioned وabove mentioned. ثاني عندي for mentioned وايه؟ وabove mentioned. عندي two points مهمين تاني تخص الضمائر في كتابة النصوص القانونية. ناخد بالنا منهم. قلنا أول حاجة إن legal drafters بيفضلوا إن هما يستخدموا حاجات زي المذكور أنفا، المذكور سابقا، المذكور أعلاه. أوكي؟ ليه؟ عشان ما يحصلش أي لبس. معايا؟ عشان ما يحصلش إيه؟ أي لبس. طيب برضو هما بيفضلوا ان احنا نستخدم حاجه اسمها gender neutral pronouns. يعني ايه gender neutral pronouns؟ بالظبط، يعني ضمائر محايده ما بتبينش ده ايه، يعني هي اور شي، ما بتوضحش عشان ما يبقاش فيه اي تحيز. ما يبقاش فيه ايه؟ تحيز. دي عربي. ما يبقاش فيه ايه؟ تحيز. طيب عندي ممكن نستخدم anyone anybody each every everybody nobody no one none. هقول لكم حاجه دلوقتي اسالكم فيها. some somebody someone. هي الضمائر دي كلها مفرد ولا جمع؟ يعني singular or plural؟ الضمائر دي كلها ايه، جمع ولا مفرد؟ singular or plural؟ singular. Thank you. حتى everybody مفرد. خدوا بالك عشان لما اجي اقول everybody is or are.
اللي هناك ده is or are. Is. Let's check our exercise. يلا تفتكروا هو بيقول ايه؟ I went to the office ايه؟ ها؟ Very early this morning and didn't see ايه؟ ها؟ Anyone. Anyone or anybody? Anybody there. Anybody? Tani. I went to the office very early this morning and didn't see it. What? Anybody there? Anybody there? طيب ممكن تدوا نفسكم نص دقيقة تكتبوا بس اللي انتوا تفتكروه صح، يعني حاولوا تشتغلوا معايا وبعدين نقول الانسرز مع بعض بسرعة. يا ريت يعني لو هنتكلم نبقى نتكلم مع بعض. على فكره خلصتوا؟ طيب. I went to the office very early this morning and didn't see. قلنا the first answer هتبقى anyone or anybody. طيب. It's important that someone be there. Someone be there. طيب the third one. These rules are very clear, therefore shall be in any doubt as to what they mean. What? Everyone? Everyone? Or everyone or everybody? Everyone or? هو انتوا نمتوا في اخر دقيقتين؟ طيب عشان before we're going to finish and these rules are very clear ان الرولز دي واضحه ومفيش اي شخص يكون لديه شك تجاهها. doubt يعني شك. doubt يعني شك. Yes, no, these rules are very clear. Therefore, everyone, everybody should be no doubt as to what they mean. طيب, to sum up, في الآخر خالص كده ممكن نقول إحنا أخذنا إيه في الأول؟ ها؟ أخذنا إيه؟ أخذنا الأرتيكلز ده كله تحت حاجة اسمها إيه؟ يعني عشان لو هنكمل الكورس إن شاء الله المرة الجاية إحنا مكملين في حاجة اسمها إيه؟ ها؟ legal writing مكملين في حاجة اسمها legal writing. أخذنا منها الأرتيكلز. إيه هي الأرتيكلز؟ أدوات النكرة والمعرفة. وأخذنا إيه تاني؟ وأخذنا البروناونز. أخذنا البرونونز. طيب المفروض انتوا لو كنتوا صاحيين بقى عشان تعرفوا لو النوم وداكوا فين كنا هناخد legal terminologies يعني مصطلحات قانونيه مهمه جدا تخصكم. يعني اول حاجه adjournment دي معناها تأجيل. تأجيل. affidavit اللي انتوا شايفينها دي معناها شهاده، ودي كلها حاجات في
في الترجمة القانونية وفي النصوص القانونية، بس انتوا نايمين براحتكم بقى. طيب عندنا أبيل يعني استئناف. كان عندنا الكورد 3 ده مفروض خاص كله بالفيرست ليكتشر، بس انتوا كل ما يبقاش ما تبقوش اكتف مش هتاخدوا البورشن كله، لانكم ما عندكمش استيعاب قوي يعني ان انتوا مش عايزين تاخدوا حاجات كتير. دي الكلمات الخاصه باللسني، انا جايبه لكم اللسني كلمات هتسمعوها، يعني هي حاجات خاصه بالمحاكمات، وفي نفس الوقت الكلمات المهمه بالنسبه لكم. يعني اول حاجه قلنا هنبتدي بحاجات بسيطه زي هاند كوز، ترايل يعني محاكمه، جادج، وان شاء الله هنبتدي ستاب باي ستاب ناخد حاجات اصعب. هانكوفز اللي هي الحاجات اسمها كلام خلاص. اتمنى بقى ان انتوا المره الجايه ان شاء الله تيجوا بدري وتكونوا صاحيين وكونوا جاهزين اكتر من كده. Thank you.